مرحبا بكم في ملخص برنامج جلالة الملك عبد الله الثاني خلال الأسبوع الماضي، حيث تضمن برنامج جلالته جولة عمل آسيوية شملت كلا من جمهورية الصين الشعبية وكوريا الجنوبية، تقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي، الإنعام بأوسمة ملكية بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. إليكم التفاصيل. عقد جلالة الملك والرئيس الصيني شي جين بينغ مباحثات تبعها التوقيع على بيان مشترك أعلن عن إقامة علاقات شراكة استراتيجية بين البلدين، ومن شأنها أن تأخذ العلاقات الثنائية إلى مستوى أوسع من التعاون المثمر خصوصاً في المجالات الاقتصادية. اقتصادياً، ركز البيان المشترك على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة الإنتاجية والاستثمار ومشاريع البنية التحتية، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق والاتصالات والكهرباء وأنابيب النفط والغاز الطبيعي وتحلية المياه ومعالجة النفايات والصخر الزيتي واستخدام الطاقة النووية والطاقة المتجددة. وشهد جلالة الملك والرئيس جين بينغ حفل توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين لتقديم منحة للأردن بقيمة 130 مليون يوان صيني ومذكرة تفاهم لتأسيس مؤسسة للتعليم العالي. وكان جلالة الملك استعرض في لقاءين منفصلين مع الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية جيو بينغ ومع رئيس مجلس إدارة شركة هانرجي المتخصصة في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة لي هي جون المزايا الاستثمارية التي يوفرها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن وسبل الاستفادة من قدرات شركة هانرجي في مجال توليد الطاقة. كما التقى جلالة الملك مستشار الدولة وزير الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية جيو تشينغ كون، حيث أكد حرص المملكة على تعزيز أواصر الشراكة الاقتصادية مع الصين. وحضر جلالة الملك حفل افتتاح معرض الصين والدول العربية 2015 الذي تستضيفه مدينة ينشوان في مقاطعة نينغشيا، ويحل الأردن فيه ضيف شرف لهذا العام. وافتتح جلالته الجناح الأردني الذي يوفر فرصة للاطلاع على المشاريع الاستثمارية والاقتصادية والتجارية في المملكة. ونتج عن زيارة جلالة الملك توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار خلال منتدى الاقتصاد والتجارة الصيني الأردني وملتقى رجال الأعمال، وهي اتفاقية تمويل شركة العطارات للطاقة بقيمة 1,700,000,000 دولار كمرحلة أولى، اتفاقية مشروع السكك الحديدية بقيمة 2,800,000,000 دولار، اتفاقية إنشاء محطة توليد للكهرباء بالطاقة المتجددة بسعة 1,000 ميجاوات مع شركة هانرجي باستثمار يفوق 1,000,000,000 دولار، اتفاقية إنشاء مركز للتدريب في الأردن مع شركة هواوي بمجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتفاقية إنشاء مدينة صناعية داخل العقبة على مساحة 1,000 دونم وتصل قيمة الاستثمار فيها نحو 1,000,000,000 دولار وتتركز في مجالات الصناعات الكهربائية والإلكترونية، اتفاقية بين هيئة الاستثمار الأردنية والمؤسسة الوطنية الصينية للاستيراد التقني والتصدير، عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الأردن ومقاطعة نيغيشيا في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وفي سيول عاصمة كوريا الجنوبية عقد جلالة الملك مباحثات مع الرئيسة بارك جين هاي، حيث بحث الزعيمان في سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين على الصعد كافة لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وعقب المباحثات شهد جلالة الملك والرئيسة الكورية
توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين للتعاون في مجالات الطاقة الكهربائية والمتجددة. وخلال مأدبة عشاء تكريمية لجلالة الملك والوفد المرافق أقامتها الرئيسة الكورية، قال جلالته إن بين البلدين خصائص وقواسم مشتركة تؤهلهما لمزيد من التعاون ومواجهة التحديات وبناء شراكات متينة في مختلف المجالات. وكان جلالة الملك التقى مع رئيس الجمعية الوطنية الكورية البرلمان الكوري تشونغ يو هوا وقيادات برلمانية كورية، ورئيس حزب سينوري الحاكم كيم مو سونغ، ورئيس جمعية الصداقة الأردنية الكورية البرلمانية لي تشيول في لقاءات منفصلة جرى خلالها استعراض علاقات التعاون في مختلف المجالات ومستجدات الأوضاع إقليمياً. واجتمع جلالة الملك أيضاً مع نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة سامسونج جي يو لي ورئيس شركة دايو العالمية يونغ ساك كيم ومسؤولي هيئات ومؤسسات اقتصادية كورية كبرى في لقاءات منفصلة جرى خلالها استعراض فرص زيادة الاستثمارات الكورية في الأردن الذي يوفر مزايا اقتصادية واعدة وبيئة استثمارية جاذبة. وعودة إلى عمان، حيث شهد الأسبوع الماضي أيضاً مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي، والتي جرت في قصر بسمان الزاهر. فقد تقبل جلالة الملك أوراق اعتماد كل من سفراء الولايات المتحدة المكسيكية والجمهورية الاتحادية البرازيلية ودولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الكونفدرالي السويسري ومملكة بلجيكا وإسرائيل وجمهورية إيطاليا وجمهورية ألمانيا الاتحادية. وخلال حفل أقيم بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أنعم جلالة الملك على سمو الأمير الحسن بن طلال بوسام النجمة الهاشمية تقديراً لإسهاماته المتميزة وخدماته الجليلة التي قدمها للوطن وعمل الهيئة على مدار السنين الطويلة. كما أنعم على سمو الأمير راشد بن الحسن بوسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الأولى لإسهاماته في خدمة الوطن ورئاسته لمجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. وبهذه المناسبة أنعم جلالته بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى على مديرية الشؤون المدنية العسكرية في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأمناء العامين السابقين للهيئة تقديراً لجهودهم في خدمة مسيرة الهيئة وتحقيق رسالتها الإنسانية النبيلة. Thank you.